تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم جوله، وجولتنا اليوم من داخل مدينه اجدابيا. جهاز مكافحه الهجره غير الشرعيه يعتبر من اكثر الاجهزه اللي هي حفاظ على شريان الحياه داخل اي مدينه او داخل بلادنا بصفه عامه. كنا عارفين ليبيا تعاني بشكل كبير جدا من الهجره غير الشرعيه ودخول العمال الوافده من جميع الجنسيات. ما عادش تبين خاصه في جنسيه معينه، تم جميع الجنسيات للاسف يخشوا داخل بلادنا، والاسف الاكبر بان نلقوا شباب من ليبيا هم اللي يساعدوهم في الدخول بمقابل مبلغ مادي بسيط جدا. هالمبلغ ما يستحقش لنا اخونا لبلادنا. كانت احمد جمع القبائل اليوم معي محمد شاكر، حنجوله داخل مقال الهجره غير الشرعيه، حنشوفوا طبيعه عملهم ونعيش معاهم اجواء كامله من داخل هالمقال مع بعض. نبدا حلقتنا من برنامجكم شكرا كرام. حاليا وصلنا داخل مكتب سيادة العقيد عمر سعيد، هو رئيس مكتب الهجرة الشرعية في مدينة اجدابيا. وش يقول لك؟ ربي يعطيك الصحة، موفقين بإذن الله تعالى. أهلا بك. لو 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 نحكم مع بعضنا، كيف طبيعة العمل عندكم هنا وشو الأجواء اللي صايرة معكم داخل مقر اجدابيا؟ والله المقر طبعا نحن العمل بالجهود الذاتي والإمكانيات طبعا علينا غير متوفرة، لا آليات ولا حتى زي العسكري يعانوا منا الناس الشباب هذول. لو خذينا من هون كم فرق بالنسبه للسيارات عندكم؟ كم عندكم سياره انتم؟ والله الحقيقه سيارتين العمليات والاخرات في اللي عطلانه. احنا عارفين ان اجدابيا في باب كبير جدا للهجره الغشائيه، انه جديد افارقه يجوا كم يروحوا لكم، فكيف قاعدين تتعاملوا معاهم مثلا في جولاتكم الميدانيه بانعدام السيارات اللي عندكم؟ والله مرات هيك الترحيل على حساب خاص، يعني حساب النزيل اللي هو في السجن، هذا يترحل للمنفذ مساعد او المغازي. بالنسبه للعناصر اللي يخدموا معك داخل مقر، كم واحد؟ بين مدني ما بين رجل شرطي؟ والله حوالي 288. 288 جميل. نحن فادي عمار ما قبل ما نصور حكينا على المقر، طبعا هو المقر باش نوضح مشاهدينا الكرام انه حاليا مازال في الصيانه، هو اصلا المقر فيه انعدام كبير واجد في سبل الراحه للموظف او للشرطي اللي خدم هنا باش يقدم الواجب تاعه على اكمل وجه. المقر هذا اصلا ما كانش الكم هو لو تعرف لما تنزل على كيف صار؟ كيف استلمتوا انتم؟ والله استلمنا نحن، لان هو الاستلام عند المطار الاخر هذا مسلم للمباحث، المباحث الجنائي طبعا في عجدابيا، حتى هو المغازي قاعدين يشتغلوا فيه مؤقتا يعني. بالنسبه للصيانه هنا من اللي اشرف عليها من الدوله؟ والله ما فيش صيانه من الدوله. ما فيش هي كلها مجهود ذاتي حتى الصيانه؟ لا مجهود ذاتي والله. العلاقات منظمات اللجان هذه علاقات خاصه يعني، ما فيش حاجه دعم. يعني احنا ما نقولوا بالعام زيتها في دقيقنا، الفزعه كلها داخليه. ما شك. رب يكون في العون ان شاء الله. بالنسبه لعدد النزلاء اللي عندك كم واحد تقريبا؟ العدد الموجودين حاليا 66. 66 واحد. ايوه. منهم سبعه مصابين. شو الجنسيات اللي انا؟ والله في سودين وتشاديه واثنين، واحد نيجيري وواحد بنغلاديش. كيف قاعدين تسيطروا على الموضوع مثلا احتفاظكم على مناتهم؟ كيف هل مثلا في مشاكل كثيره مثلا من النزلاء هنا، عمليه هروب؟ والله يعني يهربوا منكم هنا ولا؟ اكيد هي مرات لان عدم الامكانيات والوجود الحاجات يصير يحصل الشيء هذا، حتى تو عندك الناس هذول حتى مو تشرب يعني نقيه، ما فيش حتى مكان يعني جرينا منه عندهم شرب المويه هذه، عمليه ان نجيبوا فيها نحن اكيد من عندك. تموينهم كيف قاعدين تسيطروا؟ كيف قاعدين توفروا لهم
موضوع التموين. التموين اللي هو موجود عند الوقت الحالي هو جينا من رئيس الجهاز المنطقة الشرقية طبعا. تمام. هذا اللي يجي العسكرية والنزلاء. هم شكل منشوف مرة واحدة يجيب بطاح ينزل فيه ممكن الدفعات يطرسوا فيهم في البلاد في الصحراء ويدخلوا على الكرين فيمسكوا فيهم فهمته قبل الجدابة ممكن بعشرة 15 كيلو أبي هم يسك فيه في وسط الصحراء ولا يسك فيه في البوابات ولا وين لا في اللي يجيهم في بوابة يجيهم في حافلة يكون داخل الجدابة وفي اللي يلقوا فيهم في الصحراء جوا منزلينهم كبينهم الكعبة صواب وبسيبة عرفت يقول هذه جدابية قدامها ضيها ولا عادي خش عليها عرفت منك لهم منك لهم طبعا هذا واحد مصاب هذا بنغلاديشي كان يخدم في مطعم في جدابية مش داعي ذكر اسمه يحمل فيروس السي كان يخدم جوا يقرب في خضرة يعني بالتسواي والمطعم تو شو صار فيه حددنا له استدعاء وحاليا تم التحقيق معه وما زال جاري معنا طيب عن طريق الأفندي في الرجعيات درنا استدعاء الجماعة الأخير زي المطعم كده نفس الأعمال اللي معهم أضاف المطعم درنا استدعاء بنحللهم كلهم تحليل طبعا نحن على الهلال الأحمر جميل كيف هم يعطوا فينا احنا تسليم واستلام بيناتنا اللي هم المصابين أو كذا نجيبوا فيهم نحن المصاب مصاب ولينهم بيتهم بالنسبة للمطاعم اللي كيف هذينا تو الاجراء هذا يصير هل صاحب المطعم طبعا اكيد كان يقول لك والله ما كانش عندي علم انه مصاب هذه اول حاجه حيقول لك شيء طبيعي في اللي متعاون معنا وفي اللي مش متعاون يقول لك باهي باهي بس هو يا فندي حتى هو هيك مشارك معاهم انه هو كيف انت مشغل واحد عندك عنده فيروس سي بدون شهاده صحيه بدون شهاده صحيه المفروض انت مطعم تاخذ بروحك تمشي تحلل طول هاي حل طول يكون لنا شنو اهم حاجه وضع الصحي كويس سليم يعني انت ولد البلاد انت قاعد في جدابية واللي ياكلوا منك هذوما خوتك وتناسيبك هذا المغشى يكثر حاجه للاسف هذا حكيمه يواجه فينا الموضوع يقول لك والله ما كانش عندي علم انت المفروض انت الاول تاخذه وتدير له راي بتاعك النزلاء اللي عندهم او المهاجرين غير شرعيين من الجنسيات الافريقيه السودان وتشاد وهذا البنجر اللي كان يخدم في المطعم مرحبا كيف حالك هذا المصاب ولا عندنا اشخاص هذا مريض في واحد لقوا دورية برا في صحن مريض نفسي مريض نفسي ما فهمناش هو نيجيري نيجيري لا ايام مريض نفسي حتى الاسم مش معروف لك هو جنسية نيجيرية طبعا هو المقر المفروض يعني ابتعاد عنا هم هجرة غير شرعية ان هم بني ادمين لازم احترام لادميتهم لازم احترام انسانيتهم المفروض ان يكون في مكان كويس مثلا احنا اماكن ثانية زرناها في اكثر من مدينة لو دوينا على بنغازي لقينا غادي في الصيانة في أماكن دورات المياه الكويسة في أماكن اللي هي تغيير الهواء لكن هنا للأسف الهانجر زينجو تعبان وهذا أنا قلت الشفطة ثاني حد واحد جاء والله شاف المنظر بروحه واحد لما نظام كينا جايين في جبهة كل شوية طيح واحد عايف عندي طيح كل واحد طيح واحد ثم قال أنا أنت برع فيه الشفطات هذه اللي جمع عظومة مواطن عادي مواطن عادي هو واحد مصري تغير حتى ليبي هو أخرى مصري مقاول بعد جهنا طوى بدينا ست شفطات نحن الموضوع ليت توه الفتحات ودرناها نحن ذينا طبعا زينق وفي الحام الأيام الأولى حام واجد درجة حرارة عالية جدا حمامات زنقوات والبنة تقرى فيه مجوة حتى مشكلة الأيام هذه حمو والمية أزمة المية شرب مية الحلوة ما عندناش نحن ناخذ في مية البير يغسطوا فيها لكن مية الشرب هذه احنا عندنا أزمة فيها وطلبنا الدولة حتى أنها تدعمنا بالخط المية ولا ما فيش
طب بالنسبه هو هنا مش في منظمات كيف الاي او ام كيف هذين تاعات اليونسيف يجوا لك هذوما فراشات هني ادي ابو خدينا هني متعاونين مع فراشات بضادين انا يعالجوا فيهم عربي حركات بس فرشات انا فرشات متدمرات يعني وصلنا للفراشات يا فندي متحسين متدمرات نهائي يعني منتهيات نعم يجوا يعالجوا فيهم صراحه يعني حقي كل وين وين ديما يجوا اسبوع مرتين شوف انا يجوا عند بغازي هذا اليونس ولا الني اي ام تقريبا اي ام هي منظمه الهجره هلا طبعا احنا الحمامات جوا عشان نعطوك الحاجه حقها بالذات صيف نسوي الفتحه اللي فوق هنتحملوا خلاص هنتحملوا البنا باش نوصلوا صورتنا رشيدي فوق هذا كان جنة طبعا صحيح طبعا رايحة في طاعة الله عز وجل ولكن نحن كما حكينا حتى لو أنه هو هجرة شرعية هو إنسان آدم لازم يحترم آدميته بغض النظر عن أي شيء آخر تمام فشكرا لكل من يمد في يد العون وما زلنا نطربه الأكثر من الناس المسؤولة من الناس المختصة من الناس اللي لها يد في مساعدة الجهاز بالذات تعال احنا طبعا الشكل العام الفتحات شباب هم يتطور اللي دار نوعا ما كتهويه باش يهون شويه عليهم طبعا تو احنا ممكن الساعه 6 ونص شويه ها الشمس هوطت شويه لكن تعال في الساعه 2 في القيله او الساعه 1 ما تقدرش حتى تجمعس فيها ما تقدرش حتى تنفس فيها احمد جماعه داخل فربي يكون في العون هم الله غالب هم دروا برواحهم جونا هنا هجرة لكن ونحن علينا احنا وصلناهم وجيش جديد ونروحوا بيهم لكن يا ريت بس حتى هذا الفاصل شنو فيه من قادم ولا هو قادم جبناهم هنا من حكم شنو حتى البرودة شوي فهم الجو جو هذا المطبخ هم اللي بلوم محمد يحيى محمد شو اخبارك انت من وين محمد من درمان من درمان انت مصاب نعم مصاب. شنو الاصابه عندك كبد الوباي بي وعندي حصوه طبعا يا اول شيء الف لبس عليك ربي يشفيك ان شاء الله انت قوي يا جماعه انت هنا جيت سلمت نفسك بروحك صح كيف عرفت حجه انك انت مصاب وكيف جيت سلمت روحك والله كنت درت شحاطه صحيه في الهلال الاحمر وطلع قال لي عندي مصاب كبد الوباي بي وكان جاء واحد ضمني وقال لي عدي وعديت وكنت عندي حصوه كان يبي يديروا لي عمليه في المجرف هنا قلت له خلاص باهي هديت وما رديت ثاني المجرف وهيك وجيت هنا بارك الله فيه والفندي فتح الله لقاني كان مريض شويه وكذا قال لي عدي الحوش هديت ورن عليه قال لي تعال طوال جيت سلمت روحي وكذا قلت له من بنعدي انت كم لك في ليبيا قال والله حكايه 7 شهور 8 شهور كيف خشيت ليبيا والله خشينا طبعا هنا بعبر الصحراء احكي لي كيف خشيت في علي جمال خشيتها في السيارات الكبار الصغار خشينا بالتنادي العادي من جينا في الحدود الليبيه الحدود السودانيه من المثلث ركبنا جينا باسم جينا الكفره جابونا الكفره من هناك جابونا اهو الجابي هنا كم دفعت فلوس باش وصلت عند الجابي 1000 ونص ليبي 1000 ونص ليبي هو المثلث هذا كل كم انتم هروب كم منه حتى في أكثر من مدينة ثانية صوت فيها في ليبيا كلهم يجتمعوا في منطقة المثلث أنتم منطقة المثلث ولا في السودان كيف سوق المثلث سوق ومحلة بتاع الذهب طبعا احنا باش نشوف هنا في اكثر من قضيه تعال ما انت الاخ شوف هنا في اكثر من قضيه يعني كويس انه هو بروح انا اللي روح انه هو مصاب جالس يسلم روحه واحنا المفروض ان اي حد يخش لنا رجعه الشهاده الصحيه او حاجه هضم الشباب اللي قالوا انه على ان هم ان هذا محمود شو اسمك انت سيف سيف من سيف عمر من وين تشاد انت اصلا تشادي ايه ولا شو اسمك
محمد. محمد من؟ محمد صالح. من وينك؟ تشادي. تشادي. إيه. أنت باتك أمك تشادية؟ إيه. تمام. أنتوا اللي زورتوا كم أنتوا ليبيين صح؟ إيه. صح؟ فاهم كلامي أنتوا لا؟ صح فاهمين. أحكي لي كيف درت الإجراءات واحدة واحدة هدف. أنا ما عندي مندير اليوم. كيف أنت درت إجراءاتك ودرت إجراءات إنك أنت ليبي؟ والله أنا جاي من طرابلس جاي بنغازي. أنت جيت؟ جيت بنغازي من طرابلس. أمتى؟ أمتى؟ كمل ها. تو الأسبوع الفات. جيت. كيف بديت إجراءاتك إنك أنت غيرت جنسيتك من التشادي الليبي؟ هذا هو الموضوع اللي نبي. والله موضوع ده هذا مقادي جالي طريق صعب من غير أوراق ما تقدر تمشي تيجي البيضة. هذا وين؟ في طرابلس. كويس. نبي جاي هنا قال لي الله طلع لقينا واحد قال تبي أوراق ليبي طلع لك تو. واحد ليبي هذا؟ ليبي. لا أنت الله عليه به. قاعد طلع إني أنا خلاص أدينا جينا جايين هنا. شو يصير به؟ كم خذ منك الليبي هذا؟ 200 200 جنيه ليبي. إيه. بيش خليك من تشادي الليبي. إيه. رخيصة جنسية هيك عندنا إحنا. لا ما أعرف. دفعت لل 200 دفعت لل 200 بطاقة رأيتها سليمات. أنت عندك بطاقة شخصية تثبت إنك أنت ليبي. أنا بطاقة ليبي وقال لي خلاص أديني. وتباوي خلاص. قال لي تباوي يقول لي تتباوي نسأله. طب احترامنا كل أهل التابو. واحترامنا كل أهل التابو واحترامنا لأخوتنا التابو. يعني لانه هو ممكن عشان لقى روحه بشره سمراء فقال نخليك تباوي. انت بي قتلت مع حد؟ انت حربت؟ انت عسكري؟ انت شنو؟ لا والله عمري ما قرب السلاح. ما حربت بكر ولا عمرك حربت بالسلاح؟ لا بكر ما بسلاح بيدي. مساعد الحليب انت؟ مساعد. اشتغل السايب. عمري ما قرب السلاح. وهنا شنو شنو اشتغلت انا في جدابي؟ لا في جدابي هنا ما اشتغلت بكر. ما حصلش وقت. انت جيت هنا الجماعه هفوك. ايه. اطلق منها جيتها قاعد تقول بينك بروحك صح؟ وين مسكوك انت؟ البريقة. البريقة. هي عرب البريقة. وانت قصتك نفس قصة بالضبط وهذا اخوكه؟ ايه ولد عمي. ولد عمك؟ ايه. حتى انت شنو الجنسية اللي تحصلت عليها في ليبيا؟ شنو خلوك انت توا؟ ليبي؟ تشادي. وجنسية جديدة عندك ليبي؟ جنسية بتاعتي. من وين انت توا؟ من تشادي. لا هنا في ليبيا انت توا من وين؟ انا توا جاي من طرابلس. قبيلتك شنو اللي حطيتك؟ لا انت خلوك تباوي صح؟ ايه. وهذا شنو خلوه؟ محمودي. محمودي. ايه. احترامنا كذا كل اهلنا المحميد. به. وين مسكوك هم انتو؟ دوين انت سامعين انت وين مسكوك؟ في البريكة. وين كيف مسكوك؟ والله جاي مع التاكسي جايين يدرسوني في البوابة وقال اجراءات طلعنا منه شافوين بقى نزلونا قال لي صاب التاكسي عندي. بعليش نزلوك بما انك انت عندك اجراءات ليبية؟ شافوين هيك قال لي هذه المصورات ولا نزلونا من السيارة وصاب. هذه باوت البريكة. ايه باوت البريكة. تحية تحية كبيرة لشباب البريكة بارك الله فيكم. هذه هي هذا الحس الامني اللي احنا اللي نحكي عليه انه دغري فطن الاجراءات مصورة. لما احنا قلنا لازم دوله القانون اخوتنا في طرابلس الله يهديهم زعلوا قالوا احنا دوله مؤسسات واحنا دوله وعندنا رئيس وعندنا جيش وطني وعندنا شرطه وعندنا وهو اليوم اثبتنا لكم ان اغلبيه البطاقات المزوره واغلبيه الشهادات المزوره جينا للاسف الشديد من عاصمتنا الابديه. لما صبينا فم واحد وقلنا لازم احنا نبنوا الدوله وان لازم طرابلس ترد لحظ الوطن باش يرد فيها الامن والامان ويترد فيها دولة المؤسسات وترد فيها دولة القانون نزعلته وصبيته وقلته نحن جايين بنخربوا طرابلس ونحن جايين بندمروا طرابلس ونحن جايين نقضوا على الأمن أمان طرابلس لأن نحن ميليشيات وحاشانا من ميليشيات. أهو اليوم أكبر دليل بأن السودين وتشادية وأفارقة يتعاملوا في طرابلس كأنهم دولة. يصدر إقامات ويصدر شهادات صحية ويصدر بطاقات ويصدر ما زلتم مصرين على رأيكم بأنكم أنتم أصحاب حق وأنكم أنتم دولة القانون والمؤسسات. لو هذه هي الدولة اللي انتم عابين عليها ما نقول على ليبيا سلام. بس بإذن الله تعالى أيام قليلة وحيتم عودة العاصمة إلى أرض الوطن وحيكون قريبة جدا بإذن الله تعالى. طبعا احنا والله هو الموضوع ممكن احنا نقول بعض شر البلية ما يضحك. احنا ممكن واحد يضحك بس واحد يضايق ومخنوق من جو أنه مع احترام الجنسية بنقلة أو أي شيء آخر يخدم في داخل مطعم من المطاعم المعروفة أو حتى مطاعم الشعبية. أنا لومي مش عليه هو، لومي على صاحب المطعم. بارك الله في رجال الأمن اللي مسكوه، بارك الله في الشاب اللي يخدم في المختبرات، بس كصاحب المطعم ما فيش حاجة اسمها والله ما كانش عندي علم ولما علمت سلمتها. المفروض إنك قبل ما تخدمه قبل ما يخش أصلاً حرمة المطعم من جوا ولا يمسك موس باش يقرض الخضرة باش ناكل منها أنا أو أنت أو أي واحد منا، تعال يا فلان. العمالة في كل مكان قاعدة، ما تقولش لقيت العمالة والله رخيصة بأي شيء انشغله وخلاص والمواطن ينحرق. هذا هو الواقع اللي احنا تو عايشين فيه. هذا الواقع تو قدامي خدم البنقلة هذا عنده ما لاش علاقة شنو عنده كم حاجة لقاه رخيص محترام إله لقاه سعره يومي رخيصة خدم عنده خلاص باش يغطي العجز في العمال اللي عنده ما يهمش المواطن للأسف اللي يقهرك انك تخش للمطعم تلقاه بالبوني هيك
المواطن يجي يلقى لوكال قدامه مفتلك ومزين ومزخرف ياكل من الجوع. مش منا الله يوم كامل يون فصل الحمو. للاسف نلقوا من جوا كيف ما صار معنا احنا، نلقوا من جوا ان الواحد للاسف السلطه اللي قال فيها الخضر قال فيها انه هو مصاب بفيروس. كلمة ختمين تختم بها لقاءنا اليوم معاك اللي بجدية باسم كل الناس نشكركم على كلمة قدموا فيها اليوم. ماشي، أول حاجة بارك الله فيكم قناة الحادث، نشكركم على هذا اللقاء وعلى رفع الواقع اللي هو عايشين فيه، ونطلب اللي هو طلبناه اللي هي شنو الدعم، نطلبه في دعم باش الواحد يتوصل يقدر يعني كيف يشتغلوا كيف. إن شاء الله إن شاء الله صوت يوصل اليوم ويكون دعم أكبر بإذن الله تعالى من المسؤولين ومن الناس اللي لها يد في هالموضوع بإذن الله تعالى. اليوم باسم الكل نقدم الشكر الخاص جدا لكل شباب داخل مقر الهجرة الشرعية في مدينة جدابية على كل ما قدموه اليوم لحماية هالبلد. بانعدام الإمكانيات، ما نقولش قلة إمكانيات، إن انعدام كامل احنا شفناه وشفنا كمقر إداري انعدام، كمقر إيواء انعدام، كخدمات حتى للشباب العسكرية للناس اللي عندنا في انعدام كامل من ناحيه التموين من ناحيه الميه، واكثر شيء يشكو منه هو موضوع الميه. مع احترامي الكبير، هذا هو بير الميه اللي هم يشبوا منه. خذ يا احمد معك مغادي، هذا بير. فما ينفعش ان يكون ناس تقدم في شغل كبير كيف هالشغل ويحموا في بلادنا ويكون هذا هو جزاته. نطلب اليوم من كل من هو مسؤول، من وجهش نداء لشخص معين، اي حد مسؤول كائن من يكون، اللي يعرف ان هذا الموضوع هذا شغل، نحن ممكن نواصل الصوت بس مش عارفين من هو الشخص اللي يدير لنا حل. فنحن نقول اليوم الشخص يلي شارك هالموضوع يا ريت تجينا داخل مقر ايواء جدابيه ونشوفوا هالموضوع، لان هذوما مهما يكون ناس كيفنا كيفهم ما جابتهم الهجره هنا الا الفقر والعازه وقله الحيله. طبعا نحن باش نوضح للجميع بان هم ترحيل باستمرار. احنا اليوم عندنا 66 حاله كانوا اكثر من هيك يرحلوا فيهم عن طريق مساعد، عن طريق الحدود، عن طريق بنغازي، أهم حاجة يقدرهم بها الله يوصلوا فيهم حتى كما قالنا بدري الأفندي بسياراتهم الخاصة أو بعلاقاتهم الخاصة. يعني هنا المكان بالعام ماشي بالمجاودة، ماشي بالفزعة، ماشي بالروح الوطنية. كل من يقدر يفزع بشي حاجة، واحد فزع بشفاط، واحد فزع باستكات مية، واحد فزع بكراسي، واحد فزع بطاطين، لكن غير الفزعة في دور من الدولة لازم مجبرة أن هي تقدمه للمواطن. رب ان شاء الله يكفينا من شر الهجره غير الشرعيه، رب ان شاء الله يكفينا من شر العبثين، ورب ان شاء الله يشفي كل واحد. ويا ريت يا ريت نداء اخير لكل واحد ليبي، لنقول لحرس بلدي، لنقول شرطه، لنقول اي حد، اي واحد ليبي عندك مقر، عندك كوشه، عندك مطعم، عندك اي مكان تسترزق منه، ما تستهزئش بالمواطن الليبي وتخدم عندك عماله وافده من اي جنسيه يكون مصاب. يا ريتك تدير اجراءاتك قبلها، تشوف هالواحد انه الواحد اللي ما يرضاش يروح ما يرضاش للغير. شكر خاص جدا لجميع الأجهزة الأمنية، جميع البوابات في البريقة، في جدابية، في أي مكان. اليوم اللي سلمونا هالشباب كانوا في أبة الاستعداد وكانوا عند ثقتنا بهم، وهذا هو إحنا المطلوب. قلنا نبو دولة قانون، أهي الدولة قاعدة، الجيش يحارب ويحمي فينا، والشرطة قاعدة تحمي مؤسساتنا الداخلية. في الختام بكلمة أحمد جمعة القبائلي من داخل مدينة جدابية، وصلناكم اليوم جولتنا من داخل مقال الهجرة. كملنا غير السلام.